زيارة الأربعين يكون أكبر. اليوم احنا بزيارة العاشر من محرم وكنا موجودين ميدانيا، ذلك تنسيق عالي مع الجهات الأمنية وكذلك الحكومة المحلية لكربلاء المقدسة وأيضا مع هيئة الحج الشعبي. القطوعات أيضا كانت قريبة من المراقد المقدسة، أيضا كانت عندنا عدد من الآليات موجودة بداخل المدينة قريبة من المرقد المقدس، لكن هذا الموضوع لربما في الزيارة الأربعينية لحجم الزائرين الأكبر راح يكون القطوعات شوية أبعد من المراقد المقدسة، بالنتيجة أنه بعض المواطنين يلومون وزارة النقل على بعض القطوعات، يصورون أن هذا الموضوع هو مسؤولية وزارة النقل. لا، إحنا باصاتنا جد ما تنفتح لنا مجال قدامنا نقدر نوصل الزائرين إلى أقرب نقطة ممكن أنهم يرغبون يوصلوها. بالنتيجة هو العمل الجماعي وكذلك العمل مشترك مع عدد من المؤسسات، وكل منا يعني يؤدي واجبه حسب التكليف اللي مكلفين به.